فيها في كل مرة وجه سياسي جديد للتحدث وللنقاش حول أهم ما يحدث في الساحة السياسية. ضيفنا اليوم هو اللواء المتقاعد والمترشح للترشح لرئاسية 2019 السيد علي غديري. مرحبا بك سيدي وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بكم وشكرا لكم. كالعادة معي في التقديم زميلي من أوف بوست الجيري حمدي بالا. مرحبا حمدي بك. ليندا شكرا ومرحبا بالضيف تاعنا. للبداية سي علي غديري، منذ أسبوع ترشحتم للانتخابات أو أعلنتم عن نيتكم الترشح للانتخابات 2019، ما الذي تغير في حياتك منذ أسبوع؟ كنت مواطن ككل المواطنين، أصبحت مواطن يجد بالرأي العام. كنت أب ورب عائلة، يعرفوني الأقارب، يعرفوني الأصدقاء، يعرفوني المقربون، يعرفوني أهل الصحافة. أصبحت هل هناك حركة أكثر في حياتك؟ ساعة وللقول سي غديري، من بين كل إعلانات نية الترشح كان إعلانك الأكثر إثارة للاهتمام. ربما المواضيع اللي تطرق لها تهم الجزائريين، رغم أن الجزائريين لا يعرفونك بمقارنة بالمرشحين الآخرين، ولكن المهم مش الفرد، المهم هو الموضوع اللي يهم الشعب، وأنا وليد هذا الشعب. نعم سي غديري، وبما أنها المرة الأولى التي ستخاطب فيها الشعب الجزائري، هل يمكنك أن تعرف بنفسك لهم؟ لي غديري مواطن رخص حياته 42 سنة في خدمة الجيش الوطني الشعبي. كنقول في خدمة الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة، كآلية، في من آلية ولا مؤسسة من مؤسسات الجمهورية، مؤسسة الدولة، وحلت على التقاعد طلبا مني بعد 42 سنة خدمة كلها تفاني لهذا الوطن. وباشرت منذ أن غادرت الصفوف، يعني صفوف الجيش الوطني الشعبي، بالتدخل عن طريق الصحافة لطرح بعض المواضيع ولا لمعالجة بعض المواضيع قد كانت لها صدى في المجتمع. هذه هي. وإذا طلبنا منك تقولنا ما الشيء الذي حفزك على الترشح، الشيء اللي حفزك أكثر؟ الشيء اللي حفزني على الترشح هو حالة البلاد، الحالة المزرية التي توجد فيها البلاد، هي الحافز الأكبر اللي خلاني نخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2019. سوف نعود إلى موضوع الحالة المزرية التي كما قلت في أسئلة أخرى عن الحصة. سيد غديري، شاركتم في عملية جمع التوقيعات أظن؟ طبعا. كيف يتم ذلك؟ والله كنت متشائم، لكن الآن راني متفائل أكثر من اللازم. فيها إقبال كبير. كان إقبال كبير؟ إقبال كبير، نعم. هل أنت واثق أنك تتمكن من جمع العدد اللازم؟ إن شاء الله. علما أنك لا تستند على جهاز سياسي أو كالمرشحين الآخرين. لا، استند على جهاز قوي جدا. ما هو الجهاز اللي تستند عليه؟ هو الشعب. لكن استند إلى الشعب لأني ابنه أنا. نعم، ولكن هي المرة الأولى التي ستخاطب فيها الشعب. هل هذه الفترة القصيرة ستكفيك لإقناع الشعب ولتعريف نفسك لهم وجمع التوقيعات وكل ما يعني يتبع ذلك؟ تظنين أن الوقت هو عامل مهم لهذه الدرجة في توت بروبورسيون غاردي؟ يعني في أكتوبر 54 ستة من الناس قروا في ليلة من ليالي أكتوبر بأن الثورة ستندلع
وأول نوفمبر أعلنوا وقرارهم الشعب نفذ. بما أننا نتكلم عن نوفمبر 54 تتكلمتم عن الأجيال السابقة والأجيال التي هي تحكم الجزائر حاليا، ألا تظنون أن الجزائريين يحسبونكم على هذا الجيل القديم؟ في الجزائر ما كانش أجيال، كان جيلين. نعم. والعامل عامل السن لا يتدخل هنا، فيها جيل اللي قام بالثورة، وكل ما من بعد 62 فهو يعتبر جيل ثاني. نعم. حتما أنا من الناس اللي زادوا في 54، حتما نكون في جيل ثاني. نعم. وكل من زاد يعني حتى زاد في 2000 ولا في 2015 ولا في 2018 يعتبر جيل ثاني. وقبل إعلانك نية الترشح كنت قد نشرت عددا من المداخلات في الصحافة الوطنية، وكان رد وزارة الدفاع نوعا ما عنيفا، هل شجعكم هذا الشيء على الترشح؟ والله أنا جنرية جيبا أسا، أنا عندي قناعات شخصية، قناعات فلسفية، قناعات سياسية، هي أكثر من تفاعل المؤسسات ولا تفاعل الأفراد. نعم. في ظنك سيد عدي غديري، ما هو الشيء الذي أزعج وزارة الدفاع في مداخلتك عبر الصحافة الوطنية؟ والله حبذا لو تطرح السؤال على أولئك الذين أزعجوا من ما قلته. طيب سيد غديري، قلت في حوار لجريدة الوطن أن قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح لن يسمح بالتوسع للدستور، وقلت أيضا أنه سيكون عند موعد تاريخ فيما يخص انتخابات أبريل. بعد رده هل تغيرت قناعتك؟ أنا تكهنت وقلت أن رئيس الأركان لا يسمح، نظن تكهنت وصبت بعد التصريحات الأخيرة تاع رئيس الأركان، يعني تعني عدم تأجيل الانتخابات، عدم تأجيل الانتخابات ونبقى في الإطار الدستوري. لكن فهم تصريحكم بأن أحمد قايد صالح لن يسمح بالتوسع على الدستور على أنه لن يساند ترشح بوتفليقة هذه المرة، فهم بني المجهول. ترشح بوتفليقة، أنا ما يهمنيش ترشح بوتفليقة ولا لا ترشح بوتفليقة، أنا هذه أخذها في الاعتبار، ولكن ما نبنيش الاستراتيجية تاعي على هذا الترشح ولا بيترشحش، هذه مسألة ثانية. نعم، سوف نعود، عندنا أسئلة حول موضوع ترشح عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحالي للجزائر لعهدة خامسة أم لا، ولكن قبل ذلك أحمد قايد صالح قال أيضا أنكم دفعتم من دوائر مريبة وخفية، وفهم من ذلك أيضا في المجهول أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق للمخابرات الجزائرية محمد مدين المعروف بجنرال توفيق. ما هي علاقتك بجنرال توفيق وما صحة هذه المعلومة؟ ويقول دوائر مخفية لكم. علاقتي بالجنرال توفيق، أنا 15 سنة مدير مركزي للموارد البشرية، وهو أكثر من 25 سنة في الدائرة لدائرة الدياراس، يعني ظني أنه ما فيش علاقات مهنية بين المدير المركزي للموارد البشرية ورئيس الدائرة وإلى أي مدير مركزي في وزارة الدفاع الآخر وإلى رئيس الأركان، حتما تكون فيه علاقات عملية بحث. وهل تظن أن القايد صالح يقصد جنرال توفيق بالدوائر الخفية والمريبة؟ والله حبذا تتسالي هو، لكن أنا جنرال توفيق بحكمش فيا من يكون داخل المؤسسة يحكم فيها وأنا خارج المؤسسة، أنا في خارج المؤسسة يحكم فيها الضمير، تحكم فيها العقيدة تاعي، يحكم فيها رأيي. بعد خروجكم للتقاعد 3 أو 4 سنوات بعد خروجكم للتقاعد، هل مازلتم على اتصال مع الجنرال توفيق؟ أنا في اتصال مع كل الناس،
مع الوزارة القدم مجدد مع الضباط كيف أنا في الأعياد ولما نعيدوش على بعضنا ما تكون موت ما نتلاقاوش تكون عراس ما نتلاقاوش يعني بغض النظر على توفيق يعني أي ضابط آخر. وألم تزد هذه العلاقات والاتصالات في هذه الفترة التي أصبحت لديكم بالنوايا السياسية؟ كيف؟ ألم تزدد هذه الاتصالات والعلاقات في الأونة الأخيرة يعني بالتقارب الانتخابي؟ je vais vous surprendre puisque تركزوا على جنرال توفيق. جنرال توفيق كي قرأ لابريس عرف بلي راني ترشحت. هل كنتم ضد العودة الرابعة في 2014؟ كفرد كنت ضد والناس اللي يعرفوني داخل المؤسسة يعرفوا أني كنت ضد لأسباب موضوعية. لكنك لم تبدي ذلك بسبب؟ لا أنا كنت في مؤسسة عسكرية عندنا لا واجب تحفظ ولكن كنت ضد. هل نفهم من ذلك أنه حاليا داخل المؤسسة العسكرية هناك من هم ضد العهدة الخامسة؟ نفضل ما نحكيش على وش جاري في المؤسسة. المؤسسة عندها قيادة وجه لهم هم للسؤال. كيف ترون دور الجيش اليوم في الساحة السياسية أو كيف يجب أن يكون دور هذه المؤسسة؟ أرى دور الجيش من زاوية ما يقوله قائد رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع أنه الجيش دوره في إطار الدستور له دور في إطار الدستور ويتمسك بهذا الدور. وهل تعتقد أن الجيش حقا سيلعب دورا محايدا في هذا الموعد الانتخابي؟ نشوفه. لكن يرى في نفس الوقت الكثير من المراقبين بينهم وزير الحكومة رئيس الحكومة السابق مولود حمروش أن الانتخابات لم يعد لها معنى في الجزائر. ألم يكن من الأفضل لكم إعطاء الوقت لنفسك لبناء مبادرة سياسية خارج الموعد الانتخابي؟ في الساحة الجزائرية كم من حزب؟ أكثر من 60 حزب واعتمدوا منذ زمن طويل. هل وجدوا حل سياسي؟ وهل المناخ السياسي يسمح للأحزاب أن تلعب الدور المنوط بها؟ تكلمت على سي مولود حمروش يعطينا حل كيفاش نديره. نبقى نستناه حتى لزباري يحنوا علينا بحل. يعني نظن حان الوقت للنظر للأمور السياسية في الجزائر وللتغيير الوضع في الجزائر من طريقة أخرى، طريقة يعني سياسية أخرى. السيد علي غدري في إجابتك الآن قلت نسناو لي زاباري يمدوا لنا حل أجهزة تمد لنا الحل. وفي مداخلتك السابقة في عبر الصحافة الوطنية تكلمت كثيرا على الأقلية، وفي مداخلة أخرى توجهت إلى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رسالة عنوانتها برسالة إلى الأخ عبد العزيز بوتفليقة. وفي حوارك الأخير مع جريدة الوطن أيضا قلتم أن قايد صالح لن يسمح باختراق الدستور. من هي هذه الأقلية إذن إذا كنت توجهت بكلامك إلى بوتفليقة ثم إلى قايد صالح؟ من هي هذه الأقلية التي تملك زمام الأمور والتي أدت بالجزائر إلى الفشل حسب تدخلاتكم في الصحافة؟ شوفي لو كانت المؤسسات الجمهورية تلعب دورها وكان المؤسسات كانت على حق ديمقراطية منتخبة ديمقراطيا ولعبت دورها وما كانش فيها خليط في لي زاتريبيسيون لي ميسيون دي زان دي زوتر عمري لا كنت نتكلم على الأقلية. لأن المؤسسات مثلا البرلمان ولا مجلس الأمة هذا جهاز تشريعي، لو كان جاي يلعب دوره ما يبقاش يستنى الأوامر من الجهاز التنفيذي. وبعض المؤسسات الأخرى لو كان جات تلعب هي دورها ربما
بصفة مباشرة وغير مباشرة المؤسسات تمثل الشعب. ما كنتش نتكلم على الأقلية، ولكن مدام المؤسسات هي مجرد مؤسسات وضعت للديكوروم ديمقراطيك، زينوا بها الساحة السياسية حتى يتسنى لنا القول للرأي العام العالمي وللرأي العام الداخلي بأن في الجزائر مؤسسات داخلية. أنا مجبر أقول ما دام القرارات تأخذ خارج المؤسسات أنها تأخذ من طرف أقلية، تقادر الأقلية هذه تكون 10 من الناس، تكون واحد 10 من الرئاسة، قد تكون 400، قد تكون 1000، لكن شعب الجزائر 40 مليون. أنا نستطيع أن نفهم من ذلك أنهم أشخاص في الرئاسة، عائلة الرئيس مثلا؟ لا، ما حتما في الرئاسة، ربما تكون الرئاسة طرف، وربما مؤسسة أخرى تكون طرف، وربما الشارع وسي يكون طرف. نعم، للعودة إلى نفس السياق الذي طرحه زميلي حمدي، يقال أنك التقيت مع فاعلين سياسيين من بينهم حركة مواطنة، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ ولما لم تنضم إلى هذه الحركة التي تعمل على المدى البعيد؟ التقيت مع حركة مواطنة، وسبق الكورديناتور تاعها تكلم وفند ما قيل بأني عضو في الحركة. أنا ما قدرش نكون عضو في هذه الحركة. لماذا؟ مثلا آخر قرار أخذوه أنهم هم يناديوا على المقاطعة، المقاطعة إذا ترشح حابل لتفليقة. وأنا أقول أني مترشح مهما كانت الظروف، يعني هذا. وهم بنوا استراتيجية تاعهم على العهد الخامسة وعلى ترشح أو عدم ترشح بوتفليقة. أنا هذا 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 السؤال ما طرحوش خلاص في دوماري مارش. تحدثت في إعلان نية ترشحك للانتخابات عن الجمهورية الثانية، وهذه الفكرة تستلزم إصلاحات كبيرة ووسعة تأخذ وقت كبير. في رأيك ما هي أهم نقطة في هذا الإطار؟ ما هي النقطة الأولى التي ستبدأ بها؟ ما هو أهم إصلاح؟ تكلم عن الإصلاح، أنا أقول لك الإصلاح تكلمت على كلمة أخرى، استعملت لفظ القطيعة. القطيعة، نعم، القطيعة بدون نكران. يعني على أرض الواقع فيما تتمثل هذه القطيعة؟ أنوني بانكور لا، أنوني بانكور لا، مي جي بارلي دو ريبتور، لأن حالة التعفن اللي وصلت لها البلاد ما عادش كفيها تغيير. كان مثلا سي مولود حمروش في وقته نادى به التغيير، وكانت في محله. ربما لو كان بشرنا بالتغيير في الثمانينات لم نكن نصل إلى ما احنا فيه الآن. لو كان ننتهج منهج التغيير ما نوصلوش للنتيجة، لأن التعفن اللي وصلنا له يقتضي. طيب، نفرض أنك فزت بالانتخابات، ما هو أول إجراء ستتخذه في هذا الإطار، في إطار التغيير؟ أولوياتك في المؤسسات بمؤسسة ترجع الرجوع للشعب، تكون المؤسسات انتخبت ديمقراطيا. نعم، وكيف يعني ما نقدروش نبني جمهورية بدون شعب. نعم. طيب، كيف تضمن عودة المؤسسات للشعب؟ بإعادة النظر في كل شيء، بإعادة النظر في الدستور، بإعادة النظر في هيكل الدولة، دي شانجمون ستركتورال سي تو لي بلان. وكيف ترون نظام الحكم الملائم للجزائر، برلماني رئاسي أم نصف رئاسي مثلا؟ لا، نوصل ما نجمش نحكم ذرك. أنا ما نجمش ندعي يعني نبحث على جزائر ديمقراطية ونقرر أنا في قبل الأوان. كي نوصلوا للنقطة هذه
يوقع تشاور يوقع مع الشعب مع الفاعلين السياسيين مع الفاعلين الاقتصاديين مع الأحزاب مع كل فئات الشعب من خاصة مع الشباب في بيو 70% شباب كيفاش يفضي نسمعوا الناس هذا واش يحبوا واش هموا وموان نخلوهم يحلموا باللي راهو يحلموا بلادهم ويشعروا بأنه ممكن في هذه البلاد نعيشوا بدون أن نأخذ زورق ونقطع البحر. هذا ما كان سيد غديري يرى مراقب الاقتصاد الجزائري أن أهم إصلاح يجب القيام به هو تحرير الدينار تحرير قيمة الدينار. يرون أن أهم مشكل هو القيمة الرسمية والقيمة الموازية للدينار. هذا الواقع يشجع أكثر على الاستيراد ويعطل الإنتاج. ما رأيكم في ذلك؟ هل ترون أن تحرير العملة شيء يساعد الاقتصاد؟ المشكل مش القضية. المشكل الجزائر ليس بمشكل اقتصادي باش نتفاهموا. أجري التنبيه فور بوتنسيال. لكن اسمح لي السؤال اليوم هو ليش يعني جايك السؤال. المشكل تاع الجزائر مش مشكل اقتصادي. الجزائر قارة. الجزائر كنز تحت الأرض. الجزائر عندها كنز فوق الأرض الشبيبة تاعو. ما وظفناهاش لأسباب ما وظفناهاش اقتصاديا لأسباب سياسية. نظن المشكل الكبير في البلاد هو سياسي. لي بروبليم لاجيس سون دي بروبليم فوندامونتالمون بوليتيك. كي نستجابوا على نجاوبوا على الإشكالات السياسية المشكل الاقتصادي يتحل نفسه. هذه لا كونفرتيبيليتي ولا نون كونفرتيبيليتي دو دينار elle est subséquente à une révision fondamentale de la politique et partant de la politique économique. ما هي الخيارات السياسية التي جعلت الدولة تجد نفسها أمام هذا الوضع؟ خيارات خاطئة. خيارات خاطئة. مادام مادام هاد الحالة وهاد الوضعية الخاطئة للحكم النظام الجزائري. مادام جعلنا من الريع لارونت قاعدة لاستلام المهام المناصب والمهام جعلنا من الريع أداة لتذخير الشعب جعلنا من الريع وسيلة لاشتراء الضمائر جعلنا من الريع تخدير للشعب comment voulez-vous que l'économie fonctionne comment voulez-vous que la politique puisse s'exercer dans des règles normales dans des règles admises universellement نعم سؤال اقتصادي آخر ما هو رأيك في دعم الدولة للمواد الأساسية وللطاقة le problème de l'état social احنا هذا هو درك الدعم تاع الخبز الدعم تاع الحليب السكنة هذه كل وظفناها من أجل نظام سياسي وندعي بأن باسكو ندعمو رانا سيدي سوسيال ومزية من البوفوار بوليتيك مش مزية من البوفوار بوليتيك ريبريني لا ديكلاراسيون نوفمبر ليتا سوسيال الدولة الاجتماعية كرسها نداء أول نوفمبر ما شوف هذوما الدعم وكل ما تعطيه الدولة هذا كرسوا البرمينوفا درك بقات يا هل ترى هذا يبقى كما كان ولا هذه كسؤال آخر نعم
إحدى المسائل التي تؤرق الحكومة هذه الأيام هي مسألة الغاز، الإنتاج المتدني للغاز الطبيعي، الاستهلاك الذي يتزايد مما يؤدي إلى انخفاض مستوى التصدير في الاستيراد. كيف ترون هذه المعضلة وما هو حلها في رأيكم؟ هي معضلة كبيرة، مدام من 62 اليوم هذا ما زلنا ما خرجناش من تبعية المحروقات، معضلة كبيرة. نبقى بيانتو 60 سنة استقلال وإحنا تابعين شحال تباع الباريل دو بترول ولا ليكيفالون اون غاز. سي انسوليد. ما هو الحل؟ الحل هو يعني قلت لك لازم ثورة اقتصادية لتكون وليد ثورة سياسية. الحل on peut pas régler des problèmes structurels par des mesures conjoncturelles. لازم قرارات تمس هيكلة الاقتصاد الوطني. تقول لي كيفاش؟ نقول لك il faut aller vers la libre entreprise, il faut libérer les énergies, il faut et on peut le faire. كيفاش بلاد فيها 2300 كيلومتر 80% واش مسكون واش مأهول اللي هو بلاطو، تروح 100 كيلومتر او سود دالجي راك ديجا في الصحراء. يعني تصور هذا التربة هذه مش نقادرين نستغلوها في الزراعة، مش نقادرين. سيد غنيري، مشكلة الغاز الطبيعي تحديدا هي الكهرباء. حوالي 97% من الكهرباء التي تولد في الجزائر بفضل الغاز الطبيعي. كيف ترى أنه يمكن حل هذا المشكل؟ هل ترى أن الطاقات المتجددة حل ممكن؟ لو بروبليم تاع لو غاز ولو بروبليم تاع لينيرجي اي فو لو سيتو في ان كونتكست جلوبال. دركا اون بار في العالم يتكلموا على اقتصاد المعرفه، ليكونومي دو لا كونيسونس. كيسكو سي كو ليكونومي دو لا كونيسونس؟ هو بلوره معالم الانتاج في الزراعة ولا في الفلاحة، أو في الفلاحة وإلا في الاندستري، بالعامل المعرفي. سي اون انتغر سيت دون لا دون نوتر ديمارش اون فا تروفي دي سوليسيون او بروبليم انرجيتيك. ان بيي ايمونس كوم لالجيري اي كابابل دو برودوير de l'électricité pour l'autosuffisance, يعني الاستهلاك الذاتي، وتصدير الطاقة بدون المساس بالغاز. تراقب من الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة. عبالك يعني ترى أن المشكل مشكل معرفي. درك نقول لك. تبيع الغاز أون ليطا. تبيعه بإكس دولار. لو كان تهز لو ميم غاز. Vous le transformez en propylène. Tu vas avoir 10x en polypropylène 1000x. Et tu as la chimie organique, tu as. Il suffit de rajouter un OH ou un CH pour aller au maximum. C'est-à-dire ça il faut qu'on vende le produit transformé. Le gaz, tu as une taqat mahdouda. وعلاش نبيعوه بأليطا ناتورال؟ يفو ليبيري ليزينرجي، نخليو الناس بريفي ولا بيبليك يترانسفورميو سو غاز لا لينرجي بور لا كونسوماسيون بروبر. عندنا منين نجيبوها من الطاقات المتجددة. في موضوع آخر سيد علي غديري، سنة 2018 عرفت احتجاجات كبيرة للأطباء المقيمين، كيف ترون منظومة الصحة في الجزائر؟ الصحة في الجزائر
بون ما نقولكش هبطي للمسيله ولا هبطي للتمر راست باش تشوفي حاله المستشفيات، تعطيك صوره على حاله الصحه في الجزائر. انا سبق لي اني خدمت كثير في الجنوب، كنت في طمراست وكنت في تين زواتين تيمياوين عين قزام في الثمانينات. كانوا الاطباء، كانوا اطباء في طمراست، هم درك هم هناش دي شيف سيرفيس دوبيتو في العاصمه، كانوا اطباء اخصائيين في طمراست في تيمياوين في تين زواتين. يعني وين كنا وين وصلنا؟ يا هل ترى هذو الناس اللي راهم في الجنوب وفي المناطق البعيده على المدن الكبيره ما عندهمش حق في الاستفاده من الاستقلال بما في ذلك في العنايه الصحيه؟ دونك المشكل مش في عدد الاطباء، في الثمانينات كان عندنا اطباء اقل، المشكل في السياسه المنتهجه في ميدان الصحه. بكري في ميديسين بريفونتيف، الطب الوقائي، كانت لا ميديسين بروكسيميتي، كانت دروكا الامور تطورت، لازم اعاده النظر. بويسك تحلينا السيكتور دو لا سونتي تحل على لي بريفي، يفو لازم نبلورو سياسه جديده في الصحه تضمن سلامه الجزائري وهو في بطن امه، حتى الشيخوخة. بما أنك تحدثت عن القطاع الخاص في مرتين عند التحدث عن الطاقات والآن عن قطاع الصحة، كيف يكون تعاملك مع القطاع الخاص الجزائري؟ هل ترى أن الاقتصاد حاليا تحت، أن الدولة تحتكر حاليا مجالات كبيرة من الاقتصاد، هل ترى أنه يجب فتحها للقطاع الخاص؟ وكيف سيكون تعاملك مع هذا القطاع؟ أنا والله كي يقولوا لي رأس المال الوطني، ربما في المفهوم العام نقول لو كابيتال ناسيونال، يعني هكا ولينا ثقافيين نخموا في رأس المال بيبليك. أنا في مفهومي رأس المال الوطني هو رأس المال العام زائد رأس المال الخاص، وما كانش فرق، ما كانش فرق. الجزائر مرت مرحلة تقتضي أن الدولة تستحوذ على كل شيء، ولكن يا هل ترى من خصوصيات الدولة ولا من مهام الدولة باش تنتج الكونسونتري الطومات؟ ما من مهام الدولة تنتج تال وتال بياس وإلى أيور مام حتى في السيكتور لي بلو بوينتو لي بلو سنسيبل سي لو بريفي. حاجة واحدة لازم تكون البريفي هذا قواعد، مش يحلب يبقى يحلب من البقرة ويستحوذ على لي مارشي وبحكم الاقتراب تاعو من مصدر القرار لو سيكتور بريفي برودكتيف. وهل الحال كذلك الان في الجزائر؟ نعم، هل الحال كذلك الان في الجزائر؟ هل رجال الاعمال والقطاع الخاص فاعلين في القطاع الخاص مقربين من بعضهم وتعرفيهم ونعرفهم؟ إذا ما تشوفش باللي الدولة لازم تحتكر بعض القطاعات الاستراتيجية؟ لا طبعا، طبعا كاين بعض القطاعات الاستراتيجية لازم يبقى، ولكن يفو ليكونومي سوفر بصح على قواعد صحيحة. سيد الغديري، عمار حسيني المدعو عمار البيري القائد السابق لتنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش يرى أنكم بحكم عملكم كمدير مركز الموارد البشرية في وزارة الدفاع يرى أنكم كنتم وراء شطب الكثير من أعضاء الجيش السابقين الذين يحتاجون منذ سنوات، ما تعليقكم على ذلك؟ شطب، شوف كي تكون مدير مركزي الموارد البشرية
ضباط كامل يشطبوا على يدي كامل من سوليوتنو من طالب ضابط حتى الفريق حتى الفريق انا هو اللي نمضي لهم في لافي دو راديياسيون تاع الصف الضباط كاين القياده تاعهم ولا الاجهزه اللي تابعينهم والجيش كاين ناس تشطب باش تكمل العهده تاعهم كملوا الكونترا تاعهم العقد تاعهم كاين ناس تشطب لاسباب تاديبيه كاين ناس تشطب لاسباب صحيه كاين ناس تشطب لحالتهم على التقاعد وهي شطبت الاف مئات بلك العشرات الالاف من مضيت لهم الاشعار بالشطب ميران نخدم في خدمتي لكن الكثير منهم يرون ان كان هنالك تجاوزات في شطبهم ويطالبون باعاده الاعتبار لهم تجاوزات في واش في حقهم شوف انا نعطيك حاجه لنفرض انا باسكو تكلم انا في واحد منهم تكلم مش هما تكلم واحد سياسي قال الدراهم تاعهم سرقوهم لي جينيرو يعني عيب يعني لا بدون من لا لا ما عيب هذا الشيء يعني يتكلم باسكو يقول لي جينيرو سي لانستيتيوشن كي فيزي فكروي كو في الجيش لارجون on le passe comme ça aussi facilement طيب لنفرض بان ذلك باللي راني غلطت انا غلطت في تسيير هذه الموضوع انا عندي 3.5 سنين ملي خرجت كانوا قادرين يصلحوا دونك لو بروبليم يطير طيب ما رايك في قضيه ما نقولكش انا على الموقف تاعي ملي كنت في الصفوف على هذا الموضوع بالذات ما هو موقفك في هذا الموضوع ما سي با لو مومون دون بارلي مي جو نتي با داكور سو سيتان بوين مي جاسوم بلينمون ما ريسبونسابيليتي اون طونك ديريكتور دي بيرسونيل وعندي قواعد نخدم عليها ما نخدمش من الفراغ قانون نخدم عليه ما نخدمش من تلقاء نفسي وعندي ضمير باللي راهو لا سيناتور كي جي ابوزي سور ان بابي كل امضاء درته نتحمل مسؤوليته وش لاسيم بلانمون كيف ترى قضية متقاعدي الجيش بصفة عامة الذين يحتاجون منذ سنوات؟ منذ سنوات مادام انا كنت هو يقولون بلي انه اللي كنت مسؤول المسؤول يروحوا درك راني مش مسؤول عندي 3 ans et demi sinon pas trouver de problèmes la solution au problème c'est que je ne suis pas la source du problème هل ترى ان بعض مطالبهم مشروعه لك شوف يروحوا يتكلموا مع وزارة الدفاع يا أخي ربما أوحي لهم بأن أنا هو المسؤول إذا كنت أنا هو المسؤول نذكر باللي راني عندي 3.5 سنين ملي غادرت الصفوف ثلاث سنين ونص تكفي لإيجاد حل لأي معضلة كانت نعم سيالغديري حسب المنظمة الدولية هناك 313 أحمدي تبعوا قضائيا في الجزائر سنة 2018 بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت الصحفيين المناضلين والناشطين عبر الانترنت في الآونة الأخيرة ما كيف ترى الحقوق الفردية والدينية في الجزائر والحريات بصفة عامة أنا هذا شوف سي لبوان نوضال انا دائما كنت غيور على الكلمه الحره وربما عيب نهضرها درك الناس اللي يعرفوني حتى داخل الصفوف كنت كلمتي نقولها شفويا نقولها كتابيا ونمضي بكل جرأة
On ne peut pas construire une démocratie avec la peur. وإذا أنا بعد تعرضت للضغوط تعرضت للتهديدات على جال ما أكتبه في الصحافة كيفاش ما نقدرش نكون أنا ضد لا ليبرتي دو كونسيونس لا ليبرتي دو بارول لا ما هو تقييمك إذا لحالة الحريات في الجزائر؟ نقول لك سلبي سلبي خاطرش المعارض إذا جعلنا من المعارض عدو ما نقدروش اون بي با فونسي ما نقدروش نمشيو للامام يا ترى كي ندخلوا صحافي للسجن وجدنا حل المشكل زدنا وكنت دخلناه زدنا عقدناه كاين قواعد وخاصه ان الدستور يعني المعضله ان الدستور يكرس حرية الصحافة حرية التعبير حرية ومن نهار اللي خرج الدستور الجديد هذا نظن العدد الصحفيين اللي فاتوا للسجن ضعف بكثير لا ليبرتي دو كونسيونس سي كونساكري بار لا 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 كونستيتيسيون كل شوز سي فاس دون ان كادر ليغال كونستيسيونيل اي تو لو ريست ني كابي دو بوفوار. في حالة تم انتخابك رئيسا للجزائر كيف سيكون تعاملك مع هذا الموضوع موضوع الحرية نو هل سيكون موضوع محوري في برنامجكم السياسي لا ليبرتي دو كونسيونس لا ليبرتي ديكسبريسيون نجسدها في البرنامج وفي ارض الواقع لان الجزائريين مات 1.5 مليون في الثورة وماتوا عشرات الالاف من بعد من استقلال يومنا هذا من اجل الحريه نظن اقل ما نقدموا اعترافا بالتضحيات هذا هو ان نحترم الشيء اللي ضحوا عليه وهو الحريه بما في ذلك حريه التعبير في الاخير سؤال اخير سيد علي